السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة محمد نجم. بس شباب هنبتدي في فيديو اتصل في فيديو بعد من النقاط، وبرضه ما تنساش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات عشان تصلكم جديد في فيديو. يا شباب ان شاء الله هنجرب معاكم كونفنج خطير جدا يا شباب. الكونفنج ده ان شاء الله هيحلل كل مشاكلكم في اللعبة، ومثلا بطء في اللعبة، الشاشة السوداء ان شاء الله يحلها كل حاجة. فشباب اول حاجة كده في رابط تحت الديسكربشن اللي هو رابط الكونفنج، هيبقى تحت الديسكربشن. اول حاجه دوس خطوش على الداونلود، هيصل لك الكونفيج ده كده في الداونلود، دوس استخراج هنا تمام. هيجي لك اقول لك عاوز كلمه سر تمام. تمام ايه بقى كلمه السر؟ هي طبعا انا كنت عاملها كلمه سر تمام. تمام فكلمه السر هتكتب تي اي سي اتش تي اي بي لا بي اس دي R O I D يا شباب. تمام ماشي، كل الشباب ده هيظهر لكم برده على الشاشه، وهيبقى كل مفيش فاصل ولا اي حاجه. طبعا هو ده ملف وهو ده اللي احنا عايزينه. تمام اول حاجه ندوس بقى كده ده كده تمام، وهندوس قص، وهنطلع بره وهندوس ذاكره الهاتف وهنلزقه هنا بس كده يا شباب، يكون الكونفيج ان شاء الله اتعمل. وبرده ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر التنبيهات، ولو الكونفيج اتعمل معاكم بكل سلاسه فكل برده لايك تمام. بس يا شباب هقفل الفيديو واروح للعبه ونشوف دلوقتي الكونفيج بقى عامل ازاي في اللعبه. ثانيه واحده. طيب يا شباب رجعنا. طيب يا شباب انا لسه داخل على اللعبه. اللعبه الصراحه سموث جدا يا شباب، سموث جدا. بصوا انتوا شايفين طبعا، انتوا عارفين طبعا جهازي يعني اللعبه دي يعني بيبقى فيه بطء وبتاع. طبعا يا شباب انتوا شايفين سموث جدا تمام. طبيعي احنا متعادين مع ده، بس تلاقش 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 100,000. لا لا استنى 100,000. يلا روح. طيب يا شباب زي ما انتوا شايفين اللعبه سموث جدا سموث جدا سموث. يا شباب الصراحه الكونفيج دوت خطير جدا، انا انصحكم بتجربوه. يا شباب كونفيج سهل جدا جدا. ايه ده ايه ده ايه السرعه دي؟ واو قد ايه يا شباب؟ انا اول مره العب بيس بالسرعه دي. طبعا شباب انا عاملها على اعلى جرافيك تمام تمام تمام. فهنشوف كده مثلا. اوه واو ايه ده على طول اول ضغط. الله اللعبه يا شباب جميله جدا، والكونفيج الصراحه روعه. طبعا عمرت شباب هسيب لكم برده اسم سكيم السير برده بتاع الكونفيج برده هو تحت الديسكربشن تمام. تمام كل عليك بقى تنزل تحمل الكونفيج وبس، وتربط زي كل حاجه زي ما قلت لك عليه. بس شباب كما معاكم محمد قناه محمد نجم، وبرده لو ما ربطش معاك تمسح الاول اللي هو تمسح اول حاجه بتاعت اللعبه، مش الاو بي بي لا، تمسح ليك الملف اللي هو بيبقى فيه كونفيج، تمسحه وتحمل الكونفيج بتاعي اللي انا هحطه لك في الديسكربشن. بس شباب كما معاكم محمد قناه محمد نجم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات، وبرده تفعل زر الجرس عشان تصلك الجديد. بس شباب كما معاكم محمد قناه محمد نجم، سلام.